تصحيح بخير اهم حاجه، مفيش اي امراض صح كده؟ ولا انت عندك بس ال 3 4 كيلو عايزه تنزليهم وبس صح كده؟ بس يعني ساعات بحس كده ان انا ايه كسلانه مش عارف ايه الجو ده، يعني كنت 160 وزدت مره واحده، فمش عارفه بقى ده ممكن يكون من المده، طب بعمل اي مجهود بتعب، مش عارفه ده من ايه بقى. والله لو بتعملي اي مجهود بتتعبي، روحي دلوقتي حالا قبل ما تعملي تحليله الغده، روحي اعملي تحليله صوره دم كامله اللي هي السي بي سي، علشان وارد ان يكون ده انيميا، لان الانيميا هقول لك الاعراض بتاعتها وغالبا كلها هتلاقيها موجوده عندك. مثلا بيجي الناس بتجي لنا العياده بتقول يا دكتور انا عندي صداع مستمر، عندي ارهاق مستمر، بتعب من اقل مجهود. ما حد يجي يقول لي كده هذه الاعراض، وتلقائيا بطلب منه ان هو يعمل لي صوره دم كامله او سي بي سي كومبليت بلاد كاونت. من خلال هذه التحليله لو طلع عندنا انيميا، لو حلينا مشكله الانيميا اللي موجوده عندنا، يعني كل هذه المشاكل بتتحل معانا. ممكن برضو بصي، ممكن يكون عندنا نقص في فيتامين بي 12 هو يكون السبب برضو في هذه الاعراض. عشان كده اي حد مثلا ما بنيجي نتكلم عن علاج الانيميا، لازم ما بنيجي نكتب مثلا اقراص حديد ونعمل له نظام غذائي غني بالحديد، نقول ونديله فوليك اسيد، لازم نديله حقن فيتامين بي 12 معاه برضه، لان حقن فيتامين ده دي بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء تاني. يعني اللي انا عايز اقوله لك، يعني كاول حاجه تفكري تعمليها تروحي تعملي تحليله صوره دم كامله علشان تتاكدي ان انت ما عندكيش انيميا. لو عملتيها وطلعت ان انت صحه، بقولك لا لا كملي كملي، لو عايزه تقولي كان اتكلمي. لو طلعت مثلا بقول لك انا اصلا كان عندي انيميا وكده، وخدتي ليه علاج مثلا، بس يعني بس بقالها كتير وصلت بقى العلاج وكده، ما اصلا بمشيش على علاج كتير، بتلاقي نفسك بقيتي كويسة الحمد لله، تروحي سايبة العلاج بقى وما بتكمليش الجرعة للنهاية. والله يعني لو انت عايزة اديكي شوية حاجات كده نصايح بالنسبة للانيميا، بدل ما انت عندك تاريخ للانيميا فغالبا ممكن يكون عندك انيميا برضو يعني، فانت لو عايزانا اديكي شوية نصايح عن لعلاج الانيميا ممكن يعني. اقول لك يا ماشي. ستي، الأعراض اللي عندي وأنت تقول لي أنيميا ولا لأ، تمام؟ قولي. أول حاجة شعري بقى بيقع، وحتى شعري بيخف شوية، يعني الأول كانت حاجبات أقل من كده، ورموشي برضو، ويعني بحس إن أنا عايزة أنام كتير، بنام وقت طويل، زي ما قلت لك لما بعمل مجهود برضو بتعب كده. والله بصي، دي ممكن تكون اعراض للانيميا وممكن تكون اعراض للغده. فالفيصل في هذا الامر، من الانيميا الاول والله ما انت ما دام عندك تاريخ للانيميا بس فقط تعملي تحليل الانيميا عشان تعرفي نسبه الهيموجلوبين بتاعتنا قد ايه، عشان تعرفي الجرعه اللي تمشي عليها بالنسبه للانيميا، الادويه اللي هتاخديها ايه. دي كده رقم واحد. اما بالنسبه للغده، ده لازم نعرف ايه، هل اصل الغده برضو لو عندنا مشاكل فيها يبقى في تساقط في الشعر، يبقى في تعب برضو من اقل مجهود، بنزيد في الوزن من ضمن برضو الاعراض اللي يعني لخمول الغده الدرقيه. لو عندنا خمول في الغده الدرقيه بيحصل زياده في الوزن، بيحصل تساقط في الشعر، يحصل اجهاد وتعب، بس بنبذل مجهود بسيط قوي ونتعب بسرعه، نطلع سلم يعني ما بنبذلش مجهود خالص، وبعد كده نبذل مجهود بسيط ونحس ان احنا تعبانين. يعني من الحاجات احنا قبل كده كنا بنعملها ما نحسش بيه تعب فيها، فوارد ان دي تكون مشكله غده يعني. فبرضه ممكن تعملي تحليله الغده. ايه هي تحليله الغده؟ اللي هي التي اس اتش مع الفري تي 4. التي اس اتش مع الفري تي 4 نقدر من خلاله نعرف هل عندنا خمول في الغده الدرقيه ولا لو عندنا خمول في الغده الدرقيه لازم نعالجها، ومع العلاج بنعمل نظام غذائي لنزول الوزن، يعني ما فيش اي مشكله خالص. لكن لازم نبحث عن سبب المشكله ونحل المشكله، علشان مشكلتنا ان احنا كلنا بلا استثناء لما بنيجي مثلا وليكن نعالج اي مشكله
عايزين نعالج العرض وننسى سبب المرض. الاصل ان احنا نعالج سبب المرض، علشان ما نعالج سبب المرض العرض ما يجيلناش. لكن احنا بنعالج العرض، فبنعالج يعني مثلا انا عندي زياده في الوزن، زياده الوزن دي عرض لمرض معين، فانا ما بعمل بنزل في الوزن بالفعل، برجع مره تانية. لا بتنزلي، ممكن تنزلي عادي ما مشكله، هتنزلي في الوزن، لكن هتنزلي في الوزن بعد ما تنزلي في الوزن هترجعي تاني، لان سبب المشكله ما زال لسه موجود. ما دام سبب المشكله لسه موجود، لازم نحل سبب المشكله اللي موجود عندنا، يعني نقطع المشكله من جذورها، نقطع الشجره من جذورها عشان ما تطلعش مره تانية. بس يعني فهو ده السبب يعني. فانا خليني اديك شويه معلومات في الدقيقه ديت عشان مش معدي معانا على الدقيقه، عشان عايزك بقى انت عايزك تكسبي. خليني اقول لك بس في ال 34 ثانيه، حرام عليك الوقت هيضيع. لا ان شاء الله ماشي. يلا بالنسبه لموضوع الانيميا ده، انت ممكن تعملي بعض الحاجات في البيت تبقى سريعه جدا عشان نحل المشكله. اول حاجه ناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد زي الكبده والسبانخ والبتنجان والعسل الاسود. الكبده والسبانخ والبتنجان والعسل الاسود، حاول الحاجات دي تكون موجوده بشكل يومي في النظام الغذائي بتاعك. دي كده رقم واحد. تاني حاجه، ممكن اقراص الحديد اللي موجوده عندك تاخده قرص مثلا بعد الوجبه. تجيبي حقن فيتامين ب 12، تاخدي حقنه كل اسبوع مثلا لمده شهر، وتجيبي مثلا حمض الفوليك اللي هو بياخدوه بتاع الحوامل، وتاخدي منه مثلا قرص بعد الفطار او بعد الغد. امشي مثلا بالجرعه ديت لحد ما تعملي التحليله اللي هي تحليله الغده مع تحليله صوره دم كامله، وبعدين ابعتي لي في الخاصه بعد لك رقم الواتس ونتواصل بعد كده يعني.